فقد اليوم وزير النقل عمار غول أشغال محطة المترو بكل من ساحة الشهداء والحراش، والتي اعتبرها من أهم محطات توسعة المترو. وزير النقل كان مرفوقا بوزيرة الثقافة والوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية ريما الوابح. محطة المترو بساحة الشهداء محطة هامة تجمع بين العصرانة والتاريخ، يتم إنجازها بتقنيات حديثة تلبي حاجيات كل زائر إلى جانب بعدها التاريخي والحضاري، من خلال تثمين كل منجزات وكل ما هو موجود حتى في باطن الأرض على مستوى ساحة الشهداء بالتنسيق مع وزارة الثقافة. هذا من جهة. من جهة أخرى سيكون بتلك المحطة، محطة المترو، محطة متحف. الدولة الجزائرية نجحت في التوفيق بين الإلزام والواجب للحفاظ على الذاكرة والتراث الوطني والتاريخ للشعب الجزائري، وفي نفس الوقت تطوير البلاد وتجسيد المشاريع الكبرى. المترو، القطار وباقي وسائل النقل البري اجتمعوا في محطة الحراش، المحطة الكبيرة ذات دور تناسقي يعمل على التخفيف من مشاكل النقل مع الأخذ بالدرجة الأولى الخدمات المقدمة للمواطن. نأخذ باعتبار على مستوى منطقة الحراش النقل بشكل شامل وبشكل واسع وبشكل يعني يكون هناك تناسق مع انواع النقل. كل ما تقدمه الدوله ولا مصالح شبه الدوله اللي تقدمه المواطن، كالنقل، كالصحه، كالتربيه. كما تم على مستوى هذه المحطه اول عمليه تلحيم لخط السكه الحديديه الخاص بتمديد المترو من حي البدر نحو الحراش، والذي تنتهي الاشغال به شهر جوان 2014.